بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أحياناً شغلات أسمعها بالتليفون من أصدقاء لي يرتكبون فد أخطاء معينة. الغاية من هذا الفيديو مو هو أوضح الأخطاء اللي يسووها، لكنه حتى تتنبه الناس على الأخطاء اللي تصير وشنو المشاكل اللي يقعون بيها. بصراحة يعني أكو ناس قسم من عندهم مفتهمين اللف بصورة خاطئة. بالمناسبة الماطور شو تخلي له أسلاك هو راح يشتغل، بس عجبا شغله هو مثل الكفاءة مالته اللي مطلوبة لو لا. فإذا البعض من الأخطاء إنه سيم ما عنده القياس فيحاول يلفه بأي قياس، وهي كارثة. البعض يعتبر من السهولة أن نقلل قياس السلك حتى يدخل بالمجاري بسهولة، وهاي أيضا كارثة أخرى. البعض هو أصلا مفتهم اللف بأنه ها هي أي سيم تخلي له أو أي سلك وراح يشتغل الماطور. أكو نسبة وتناسب بالنسبة للقياسات، وخصوصا ملفات التقويم. يعني إحنا مو بكيفنا يعني قياس السلك 24 مثلا 0.55 5 مزدوزين التشغيل، مو أجي أخلي له سلك 29، هاي كارثة. طبعا كارثة اخوان، حتى نفتهم الموضوع. ملفات التقويم تعتمد اعتمادا كليا على المكثف، يعني المكثف مربوط عليها على التوالي. اذا قللنا او زيدنا قيمة المكثف راح تأثر على اداء الماطور، وبالتالي تأثر على اداء ملف التقويم. اذا هاي الطريقة دي يستخدموها الشركات الغير رصينة. ليش؟ احنا تجينا ماطورات هواية وعلنا عنها بانه ماطورات هي غير رصينة. شو مسوين؟ يقللون قياس السلك ويعطون مكثف اعلى حتى يبين عزم قوي للماطور، ولهذا تلقاه ورا يومين ورا ثلاثة ورا اسبوع حسب الضغط اللي عليه تلقاه جايك محروق. كل الشركات الرصينة طبعا تلف بقياسات علمية وعملية، ولهذا تشوف الماطور الفلاني عمره طويل يقول لك صار له عندي 5 سنوات 4 سنوات 10 سنوات قسم وأكثر. فإذا لافين وحاسبين بحسابات دقيقة، فمو أجي أنا بكيفي أقلل قياس السلك حتى يدخل بالمجرى، أو سيم ما عندي أخليه. تعرفون هسه السيم غالي عندكم، وصل بالمحافظات الكيلو لا 25 ألف. فلا تجازف بهاي المجازفة بأنه لعب بالنار ألفه ويمشي. احنا مو ندور بأنه يلف الماطور وراح اشتغل، هاي غلط. هاي النظرية اللي نقولها بأنه الماطور لفيته وراح بعد ما رجع لي، إذا ما رجع لك احتمال راح الغير مصلح، والمصلح هذا كشف العيب مالتك مالت اللف وراح يقول لك فلان من الناس هذا ما يفتهم باللف. فإذا لا تحسب حساب بأنه الماطور راح بعد ما رجع لي، هاي نظرية خاطئة. لأنه هواية حس حالات تجيني للمحلاني يقول لي اشتغلت لفلان ماطور يا فلان مصلح، يا ليش ما رجعت له؟ قال بعد ما ارجع له، هذا الماطور صار بخلل معين وبمشاكل فما ارجع له. فإذا النظرية بأنه الماطور اشتغل وراح، هاي النظرية مو دائما تعتمد عليها، احتمال بيها عواقب سلبية تأثر على عملك وطريقة شغلك. فإذا الماطور بكل الأحوال هو يدور شو تحط له سيم يدور. أكو قسم من الماطورات، قسم وليس كل، يقبل بلف بسلك بسلكين بثلاث أسلاك حسب القدرة مالته حسب استيعاب المجرى. فإذا نرجع ونقول الماطورات اللف الخاطئ عمره راح يكون أقل صعوبة بأداء العمل. تلقاه مثلا الماطور المي إذا دخل بالمي راح يشوف اللفة الفرة مالته مخنثة، احنا نسميها يعني عزمه قليل. تلقى ماطور مبردة قوة يجر بروحه أيضا فرته قليلة، تخلي إيدك عليه تلقى حماوة عالية. زين، هاي الحماوة العالية بمر الزمن يستهلك العازل مالته وينهار. الأمبير مالته تلقاه عالي خصوصا عند الحمل. فإذا الأخطاء كلها راح تبين على شغلك. فنصيحة، طريقة اللف دائما تلف إذا كانت شركة رصينة معروفة من خلال خبرتك من خلال الاسم مالته التجاري. فإذا لف حسب بيانات الشركة،
والسلك ترى محسوب حسابه، يعني المجرى محسوب حساب، هل قد عدد 50 60 70 يدخل بهذا المجرى، يعني شلون لفت الشركه. فاذا طريقه اللف وطريقه التدخيل المجاري لها دور بالشغل مالتك. شو وقت نزيد قطر السلك؟ اذا شفت الماطور جاني الاسم ماله تجاري غير رصين، فتره اشتغاله قليله واحترق، اسال الزبون ليش احترق، اذا قال لك والله ما اعرف، فاذا اكو عله بالماطور. ارجع على حساباتي على قياسات السلك، مثلا احنا عندنا دائما الماطور يحترق قياس 3 ارباع شمجي، والتقليد مالته يحترق، التقليد اللي يحترق صور لافينه ب 27 بينما هو الاصلي لازم يلف ب 25، يعني فرق 3 نمر، يعني 25 26 27 الفرق بيناتهم، يعني عابر نمره واحده. فاذا لازم الرجعه على ال 25 اللي هو 050 5 دوزيم، ونعوف ال 4 دوزيم او ال 040، بدنا نحكي بالدوزيم حتى اخواننا العرب يفتهمون الحكي مالنا. فاذا هنا راح تدخل قيمه الكونديسر، الخبره مالتك، سبب الحرق مالته، هي هاي المشاكل اللي راح تخليك. وقت احتراق الماطور نقطة مهمة، ليش هذا جديد واحترق؟ فإذا تخلي علامة استفهام. لا تعتمد على بيانات ماطور ملفوف قبلك وخصوصا احترق. يعني ماطور جاك محروق من شخص لافينه. الفترة مالت الاحتراق مالته قليلة، فإذا لازم تراجع حساباتك. حاول تستعين بتجارب الآخرين. ملاحظة أخيرة، اكو ماطور دائما يسألوني عليه وسألوا ذاك اليوم بالصفحات، ماطور مي نص حصان قياس 3 سنتيم او اقل بشويه، 3 سنتيم هذا الماطور يلف بقياس سلك 040، العدد ما تدير بالك 115 لفه، هذا الماطور يلف بهاي الطريقه. الستارت مالته قياس 30 او 29 تقدر اذا موجود، القياس مالته العدد مالته 150 لفة، المكثف مالته 7 او 8. اذا جاك ماطور، ملاحظة مهمة، اذا جاك ماطور قياس السلك مالته 6 مايكروفاراد، نصيحة لا تلفه ابدا ولا تمد يدك عليه، هذا الماطور مخشوش وغير عملي وتجاري 100%. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا.